سي امين على جميع المستمعين الكرام. سيد الزعيم سمعنا مباشرة، شنو هي نوع الاحتجاجات اللي كانت عند فريق المغرب الفاسين بعد المباراة؟ تفضل سي رضا. هو الاحتجاجات باينه، الاحتجاجات ديال تشوف حكام اللي تيجي في سد مقابله ديال المغرب الفاسي واستنوني من بعد شحال مقابله ما واش المقابله ديال المغرب الفاسي والرجاء البيضاوي ما خصنوني اللي تحكمها، ما تقدش مباراه كبيره عليه بزاف. البيلانتي ديال برزوخ كاين، بيلانتي ديال جيفيرسون كاين، ولو بيلانتي ديال الرجاء ما كاينش، والبيت ديال برزوق اورجو، وبان في التلفازه واضح داك الشيء. علاش؟ واش الرجاء محتاج لهذا الشيء هذا، ولا الجميع اللي تتسد هذه الكره القدم المغربيه؟ لان ما يمكنناش نكونوا في الاحتراف وتجي جامعه تصفتك حكم بحال نوني يجي يحكم مغرب فاسي بزاف عليه باش يحكم هذه المقابله هذه، لان حرام. وهذه البرمجه اللي تيبرمجوا هذ الحكام لهذ المقابلات راه حشومه عليهم، تيفسدوه الكره في المغرب. اقسم لك بالله، لان المغرب فاسي درت مقابله كبيره، والرجاء البيضاوي ما احتاجاش بالاربيتراج، لان اليوم تيقول لك الرجاء راه بصحتها دير بطوله، دير بطوله الرجاء دي تاثر البطوله ما تهمنيش، ولكن ديها بالكره لاعب اللي عنده شي لاعب. ولكن المغرب الفاسي اليوم لعبه مقابله كبيره ورابحه بواحد الزيرو، واورجو كاين وبيلانتي ما كاينش، حرام عليهم يفسدوا المغرب الفاسي عند هذه المباراه. ده انت بالنسبه لك الحكم فسد المباراه. فسد المباراه والفساد ديال الجامعه، لان الجامعه الا ما تبدلاتش وتبدلات القوانين هذا، راه الجامعه غادي تبقى بحال هكا، والكره المغربيه تبقى بحال هكا، واللي غادي يدير شي مع شي اربيت شي حاجه راه غادي يديرها، وانا تنتحمل المسؤوليه ديالي الكلام اللي تنقوله. لان الجمهور ديال فاس باش يطلع يشجع الفريق ديالو ويدير مقابله كبيره ويجي حكام ديال والو يسد مقابله بحال هكا، حرام. وانا احنا ما تنهضروش على الحكام، مع مره ما كناش نخرجوا تنهضروا على الحكام، ولكن اليوم فاش تشوف مقابله بحال هكا يضيع حكام، يضيع فريق المغرب الفاسي، لان محتاج ثلاثه النقاط ديال لان حنا لاعبين تروازيام بلاص ولعبونا دوزيام بلاص، ولكن الرجاء ما احتاجش يدير هذا الشيء هذا. ولكن باش حكم يفسد مقابله بحال هكا، حرام على هذه الجامعه هذه، والجامعه راه ما عمرنا نزيدوا الكره القدم قدام، وانتم تتشوفوا بان ليكيب ناسيونال فين وصلت والفرق فين وصلوا، راه ما عمرها ما كاين لا احتراف لا والو في المغرب، راه شي والله ما تبدل الجامعه ويتبدلوا الناس ويكونوا، شوف راه الناس خاصها تتخلص، شي جامعه رئيس جامعه خاصو يكون تيتخلص ويخدم من 8 الصباح ل 6 العشاء باش يكون رئيس جامعه مقابل الجامعه ديالو، مي رئيس جامعه ما خدامش فيها ما يمكنلوش، ما يمكنش الجامعه تمشى.